نظم حزب مستقبل وطن قوافل طبية في عدد من المحافظات للكشف على المواطنين وتقديم العلاج مجانا في جميع التخصصات، ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بالاهتمام بصحة المواطنين وتقديم كافة سبل الرعاية الصحية لهم. تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاهتمام بصحة المواطنين وتقديم كافة سبل الرعاية الصحية لهم، نظم حزب مستقبل وطن قوافل طبية في عدد من المحافظات للكشف على المواطنين وتقديم العلاج مجانا في جميع التخصصات. وضمت القوافل أفضل الأطباء والاستشاريين المتخصصين في جميع المجالات الطبية. الريس ربنا يكرمك وربنا يبارك فيك. أشكره من كل قلبي ونفسي أقابله والله. هو الله يعينه على الشيلة اللي هو شايلها دي. في علاج مجاني وفي كل التخصصات بصراحة، يعني ولا جنيه والله ولا أي حاجة لينا كلنا، مش للفقير ولا للغني، للجميع. كلهم بيساعدونا وبيتعاملوا معنا باحترام وأخلاق. أشكر جميع العاملين بالحزب بالخدمات اللي هم بيقدموها للمطرية كاملة. حب السيسي بس، حب السيسي بس. بحب اشكر سياده الرئيس على القافله دي، وربنا يخليكم لمصر ان شاء الله وتعملوا خير دايما. بحب اشكر سياده الرئيس على اهتمامه بينا وبالسياحه. الغلابه اللي ما معهمش هيتعلم. ربنا يخليك يا رئيس. بنحبك يا رئيس، وتحيا مصر. تحيا مصر، تحيا مصر. ربنا يخلي لينا، وتحيا مصر، تحيا مصر. جينا بصراحة لقينا كل التخصصات وكل الدكاترة وحاجات جميلة خالص. شكرا عليه الرئيس. أحسن أيام عشناها هي أيام الرئيس عبد الفتاح السيسي، حسينا فيها بالأمن والأمان. نشكر كل القائمين على هذه القافلة. ربنا يبارك فيكم ويبارك فينا رئيسنا السيسي. والعالم بحاله في عينه وفي قلبه الكبير اللي في يوم بلاده ما بتناديش. بارك الله فيك يا رئيس. ده نحطه في عينه ما تمنيش. وشكر يا سيادة الرئيس، وربنا يخليك لنا وما حرمناش منك ابدا. الخدمة بسم الله ما شاء الله الخدمة ممتازة 100 100. وبقول كام مبلغ؟ قالوا لي مجانا. العلاج بالمجان والتحليل بالمجان وكل حاجة بالمجان. شكرا يا رئيس. الرئيس عبد الفتاح السيسي ونقول بقى له ألف شكر. حامينا وحامي البلد وجايب لنا علاج بردك مجان ويشكر. ده الوطن اللي داس على الشر وادانا الامان. السيسي اللي منا وشفنا افعاله وقدمنا نكون وراه. وتستمر قوافل الخير وتحيا مصر.